الصحافة الدولي سي بي مدير طاهر بديار. طاهر بديار أستاذنا مساء الخير. نعم أهلا مساء الخير أستاذنا. مساء الخير أستاذ بديار. كنا نتحدث أنا والأستاذ حمراوي حبيب شوقي معي أيضا إسماعيل أيوة. جربال مدير موقع الجزائر 24 كنا نتحدث على نعم. الإعلام الجديد هذا يعني بصراحة الوسائل الاتصال الاجتماعي أستاذ بديار لأنه كثير من المسؤولين اليوم بصراحة حتى نقولوا ما يحسنوش التعامل معها ولا أحيانا ما يستعملوهاش إطلاقا. بصراحة المسؤول الجزائري ما يستعملش فيسبوك وما يستعملش تويتر وبالنسبة ليه يعني لعب أطفال أو لعب ذراري لما يدير فيسبوك ولما يدير منشور ولما يعلق. أستاذ بديار وش رأيك في الأمر هذا يعني تواصل ولا على الأقل المؤسسات الجزائرية واستعمالها لمنصات التواصل الاجتماعي؟ إيه شكرا وبلغ تحياتي لسيد حمراوي حبيب شوقي صديقنا وحبيبنا واللي طاقم النهار كله. بخصوص سؤالكم أظن أنه يعني شبكة التواصل هذه شبكة التواصل الاتصالي شبكة التواصل الاجتماعي كلها يعني معمول بها حاليا عالميا ولما تكلمت مع بعض المسؤولين الذين لا يتناولون هذا الوسيله اظن انه كل المسؤولون يعني كل المسؤولين يعملوا بهذا الوسيله الاتصاليه وهذا يعني كان حتى توجيهات السلطات العموميه في بهذا الخصوص. لكن الشيء الذي يجب لفت الانتباه اليه انه شبكه التواصل هذه وكل وسائل الاعلام الالكتروني او الاتصال الالكتروني مقننه وتخضع لي لا استاذ بديار بصراحه استاذ بديار اسمح لي فقط استاذ بديار بعيدا عن القوانين اقصد انه اليوم المسؤول الجزائري وكان وجهه ثقيل استاذ بديار لا اعتقد اذا كان عندك فيسبوك انت شخصيا او لا لكن بصراحة لما نبحثوا ما كاش الوزراء مثلا في الفيسبوك ما تلقاش الوزراء ما تلقاش المسؤولين بالنسبة لهم هذا الفيسبوك وكأنه لا فورمال بصراحة أستاذ بديار في أول الأمر عملوا بهذه الوسيلة لكن لما أصبحت ربما خرجت عن إطارها فيها أصبح فيه قذف وفيه شتم وفيه كذا فيه قذف وفيه شتم لأنه تراجعوا ربما المسؤولين لأنه الطابع السلبي أصبح يغلب عليها لما تناولوه هو كان في أول أمر يظن أنه كانت السلطات العمومية خاصة يعني وسيلة أول ما لما كان في المنصب كان أعطى توجيهات لكل أنا على العلم بهذا أعطى توجيهات لكل وسائل لكل السلطات لكل الوزراء إلى آخره أن يتعاملوا بهذه الوسيلة لكن أنا أعرف عارف عارف أنه لما توصلوا لما عملوا بهذه الوسيلة الاتصالية وهي هي 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 يعني مفروغ منها يعني ما نقدروش نتفاداوها لكن اصبح بعض الوزراء يعني يتحملون الشتم والقذف باستمرار يوميا استاذ بديار بصراحه هذا ما ادى الى تراجع في هذا لكن هذه وسيله اتصاليه هي عالميا تخضع لاخلاقيات المهنه ولاحترام الاخر ولاحترام الحياه الشخصيه ولاحترام الثوابت الوطنيه ولاحترام كل مبادئ المنصوص عليها عالميا. انتم شفتوا مؤخرا انه هذا مارك كارلسبرغ المدير المسؤول بتاع فيسبوك استدعي من البرلمان من طرف البرلمان البريطاني وقالوا له يعني توجهت له يعني اسئله برلمانيه تساؤلات برلمانيه عن تعامل معه في هذا في يعني في المجتمع البريطاني وقالوا يعني بالحرف الواحد انه فيسبوك غانغستر نيميري صحيح. استاذ بديار حتى نختم استاذ بديار حتى نختم بصراحه عندك فيسبوك يا استاذ بديار هل عندك فيسبوك بصراحه؟ عندي فيسبوك ولكن تفاداه للاسباب اللي قلتها لكم. شكرا لك استاذ بديار شكرا على تواصلك معنا استاذ جربال.